وينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، للحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية. أهلا بك رائد. رائد، بداية جيروم باول يؤكد بأن البنك المركزي لن يتنازل عن مستوى التضخم عند أو قرب 2%. ما سر تمسك الفدرالي بمستهدف التضخم عند 2%، وهل هي فعلا كلمة السر للحفاظ على سياسة نقدية مستقرة؟ بالنسبة لمستويات 2% هي مستهدفات كل البنوك المركزية، لأنها تمثل النمو الحقيقي الذي يمكن أن يتحقق داخل الاقتصاد. تقبل البنوك المركزية وصناع السياسة النقدية مستويات التضخم عند 2% كمستويات تعبر عن نمو اقتصادي، ويمكن من خلالها تحقيق استقرار في السياسات النقدية إجمالا. ولكن عند أدنى من ذلك يسعون إلى تيسير السياسة النقدية، عند أعلى من ذلك كمستويات التضخم كما نشهده حاليا يسعون إلى تشديد السياسة النقدية. بالتالي المستهدفات بعيدة عن الواقع حاليا. نحن عم نحكي عن مستهدفات 2% والقراءة يعني لا تزال فوق مستويات 7%. هذا يتطلب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة ممكن تصل إلى نهاية تعاملات العام القادم، قبل أن يفكر الفيدرالي بتخفيض أو تقليص أسعار الفائدة. وهنا نتحدث عن إمكانية وصول التضخم ليس إلى المستهدفات ولكن فقط إلى مستويات 3 إلى 3.5%، وتعتبر جيدة كأداء. نحن كنا عند مستويات قرابة 10% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي جيروم باول يؤكد على أنه السياسة النقدية ستبقى تشددية وستبقى أسعار الفائدة مرتفعة إلى فترة ممتدة أو أطول مما كان متوقعا، وذلك لمكافحة أثر التضخم البعيد عن المستهدفات والذي وصل إلى مستويات نحن بنقوله تضخم ركودي أو تضخم يسبب الركود، لأنه مزيد من الإجراءات التشددية سوف تقلص النمو الاقتصادي شيئا فشيئا، وسوف نرى ذلك على البيانات الاقتصادية. بالحديث عن البنوك المركزية وكذلك الركود العالمي، البنوك المركزية تعلن استعدادها لمواجهة الركود العالمي في عام 2023، كيف سيكون هذا الاستعداد برأيك؟ يعني التأخر كان بعملية قراءة التضخم بأنه ليس مرحلي ومؤقت وإنما طويل الأمد وأنه مرتفع بشكل كبير، بالتالي ذلك سبب زيادة في حدة تشديد السياسة النقدية، رفع تكاليف الاقتراض على الأفراد وعلى المنشآت. لما نرفع نحن تكاليف الاقتراض سوف يؤثر ذلك على إمكانيات الأفراد والمنشآت على التوسع بالإنفاق، على التوسع الاستهلاكي، وبالتالي النمو الاقتصادي بحد ذاته. بالتالي بطريقة غير مباشرة صناع السياسة النقدية يقومون بخنق النمو الاقتصادي، وذلك بهدف إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. هنا ذلك أوصلنا في بعض الاقتصادات إلى مرحلة الركود نحن عم نعيشها، وهو يعني أولا البطء كان بربعين متتاليين من الانكماش، ومن ثم دخلنا في عملية ركود فعلية اللي هي أن يكون في عنا نوعا ما لا يوجد نمو اقتصادي بل يوجد أيضا انكماش وكساد. وصلناها في أوروبا، وصلناها في المملكة المتحدة. لا تزال الولايات المتحدة بعيدة نسبيا عن خطر الركود، إلا إذا كانت شدة تشديد السياسة النقدية مبالغ بها بالنسبة لأداء الاقتصاد، وطبعا نحتاج العديد من البيانات الاقتصادية حتى نتأكد من ذلك. طيب ننتقل للحديث عن العملات. الدولار في الفترة الأخيرة يعني حصل بعض الارتفاعات في هذه العملة الرئيسية، من أين حصل الدولار على هذه الدفعة الأخيرة؟ أعتقد نوعا ما البروجكشنز أو الدوت بلوت اللي تم إعلانها من قبل جيروم باول والفيدرالي الأمريكي، وهي توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند 5.1% وليس كما كانت عند 4.5%، وهذا سبب نوعا ما يعني صدمة للأسواق أن الفيدرالي بعد أن كان هناك عملية تسعير في الأسواق إلى أنه مقبل إلى إبطاء وتيرة التشديد ووصولا إلى إيقاف هذه الرفعات بأسعار الفائدة، لا يزال يستهدف مستويات أعلى وإن كان بوتيرة أبطأ. وهنا تم ترجمة ذلك على أنه هي سياسة أكثر تشددية، وبالتالي الدولار الأمريكي اكتسب يعني نوعا ما زخم وقوة وعاد مرة أخرى للارتفاع، ولكنه نسبيا لا يزال قريب من مستويات 104 إلى 105 وهو مقبل إلى مزيد من الهبوط والانخفاض في الفترة القادمة. ممكن نشوفه مع مطلع تعاملات العام القادم بالربع الأول دون مستويات 102.
طب بالنسبة للدولار، اليورو هل سيتألق أكثر خلال عام 2023؟ يعني أعتقد هو استفاد من ضعف الدولار الأمريكي خلال عام 2022، صحيح. لأنه كنا مقبلين وبدأت عملية تسعير أنه بدل 75 نقطة أساس يوجد 50 نقطة أساس فقط، وتم قراءة ذلك على أنه هناك توجه من الفيدرالي وصناع السياسة النقدية في أمريكا إلى سياسة أقل تشددا. اليورو استفاد من هذا الأمر، صحيح. بدأ بالارتفاعات. في نفس الوقت المركز الأوروبي رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس مرة واحدة، ذلك يعتبر يعني عملية تشديدية الأولى منذ 11 عاما، بالتالي تم ترجمته. الآن العام 2023 مرتبط بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية الصادرة. أعتقد المركز الأوروبي سيستمر بعملية تشديد السياسة النقدية، ولكن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يتوقف في وقت ما في منتصف العام القادم عن عملية التشديد، لأنها تؤذي كثيرا البيانات الاقتصادية والأداء الاقتصادي الإيجابي الذي تم تحقيقه. ومن هنا أتوقع أن اليورو يتابع مزيد من الارتفاعات، وأعتقد يعود مرة أخرى للتنفس فوق مستويات 1.10 ممكن نشوفه. طيب في رائد، بالنسبة للنفط إلى أي مدى يعني تلقى الدعم من خلال إعلان وزارة الطاقة الأمريكية بأنها ستبدأ في إعادة شراء الخام الاحتياطي البترول الاستراتيجي؟ تم ذلك قبل هذه المرة، وأعتقد يعني تمكن النفط من الاستفادة منه. أعتقد إذا حدث هذا الأمر فنحن عندنا عملية طلب أكبر في الأسواق، ولكن استقرار أسعار النفط منبعه الأساسي هو طحد مخاوف الركود التي لا تزال موجودة. طالما في عندي مخاوف من الركود يعني لا يوجد طلب كما ينبغي، وبالتالي سوف يكون هناك مزيد من التدخل من العارضين، وعملية يعني أوبك بلس ممكن تتدخل بعملية تخفيضات جديدة بالإنتاج إذا ما تحقق فعليا الركود. أعتقد المنطقة التي فيها أسعار النفط ستبقى مستمرة إلى مدى طويل، هذه المستويات فترة طويلة. إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا. شكرا هند.